بدلة حموبيكا تتصدر الترند في حلقته مع رامز جلال. استضاف رامز جلال في الحلقة الثالثة من برنامجه رامز عقل طار حموبيكا للعام الثاني على التوالي ومعها الراقصة لورديانا. وكالعادة قدم رامز حموبيكا ولورديانا بمقدمة طريفة، بينما بدلة حموبيكا الغريبة كانت هي من تصدر تعليقات الناس على السوشيال ميديا، خاصة وأن رامز لم يفوت فرصة السخرية من هذه الإطلالة والتي شبهها بالخديوي توفيق وتساءل عن الطربوش. بدأ حموبيكا من بعدها في اللعب مع لورديانا وبحركات غريبة تفاعل معها العديد، وتصدرت كلمة أنا مش فاهم أي حاجة الصراحة لحموبيكا الترند، بينما ردد العديد من الكلمات المضحكة مثل في مياه سخنة وفي ريحة معفنة بعد صعوده إلى المركبة الهوائية. وبعد اكتشاف المقلب قال حمو لرامز كل مرة تجيبني وتبهدلني البدلة باظت، مؤكدا أنا لابس صيغة ب100,000 جنيه. شكرا على حسن المتابعة وإلى فيديو لاحق بإذن الله.